بعد الانترابشن اللي حصل ده غصب عني، معلش النت. هنبدأ إن شاء الله ناخد مع بعض لابلاس ترانسفورم للدالة البريودك. خدنا قبل كده لابلاس ترانسفورم بعض الدوال العادية، وخدنا بعض النظريات الشيفت سيرم، ولو الدالة عندك مقسومة على تي أو مضروبة في تي كنا بنكامل أو بنفاضل. تعالى بقى النهاردة هناخد لابلاس ترانسفورم للدالة الدورية. طبعا الدالة الدورية اللي هي الدالة اللي بتكرر نفسها كل فترة معينة، الفترة دي بسميها تي، تمام؟ فأنت لو عندك دالة بالشكل ده بتتكرر كل فترة معينة، لابلاس ترانسفورم بتاعها بيساوي واحد على واحد ناقص اي اس سالب اس في التي، وبكامل من صفر لتي، وباخد الدالة بتاعتي دي اضربها في اي اس سالب اس في التي. خلاص، يبقى انا عندي لو انت عندك دالة اف اوف تي وعاوز تجيب لها لابلاس ترانسفورم، بتاخد الدالة دي تضربها في اي اس سالب اس في التي، وتكامل الكلام ده من صفر لتي كابيتال. تي كابيتال ده اللي هو مين؟ البيريود بتاع الايه، الفترة بتاعتي. والناتج بتاعك بتضربه او بتقسمه على واحد ناقص اي اس سالب اس في التي، والتي كابيتال دي اللي هي مين؟ البيريد لينس بتاعك، تمام؟ والتي سمول ده اللي هو الفاريبل تايم اللي انت بتكمل بالنسبة لك. وطبعا عارفين ان انت لو انت عندك الدالة اف اوف اكس لها بيريد معين بيساوي تي، يبقى اف اوف اي اكس خدناها في اول سيكشن تقريبا دي، اف اوف اي اكس يبقى البيريد لينس بتاعها بيساوي تي على ايه، واف اوف اكس على ايه البيريد لينس بتاعها بيساوي ايه في تي. طيب، فانت هنا لو عاوز اللابلاس ترانسفورم والدالة البريودك اللي بالشكل ده، عندك دالة اف اوف تي بتساوي تي، كل يعني عندك معادلة خط مستقيم ميله بيساوي واحد مول نقطة الأصل، فمعادلته بتساوي تي، تمام؟ واضح من الرسمة إن البريد لينس بتاعنا بيساوي واحد، يبقى تي كابيتال بتساوي واحد، يبقى أنا هكامل من صفر لكام؟ من صفر لواحد، وهتاخد الدالة اف اوف تي هتضربها في اي أس سالب اس في تي، وتاخد الكلام ده هتكامله بالنسبة لمين؟ لتي، وتعوض بقى بحدود التكامل بتاعتك من صفر لواحد. وبعد الناتج في الاخر خالص لما يطلع معاك هتقسم الكلام ده على واحد ناقص اي اس سالب اس في مين؟ في واحد اللي هي مين؟ التي كابيتال دي. طبعا التكامل سهل خالص، هيكون تكامل بايه؟ تكامل بالتجزيء، اللي هو التي في اي اس سالب اس في التي، هتاخد التي تفاضلها مرتين، مره واحد مره صفر، والاي اس سالب اس في التي هتكاملها مرتين، وهتضرب مره بالموجب الاول بعد كده بالسالب، تمام؟ او بالشكل ده، وهتعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، هيديك مين؟ لابلاس ترانسفورم الداله بتاعتك، طبعا بعد ما تقسم على مين؟ على واحد ناقص اي اس سالب اس في تي. يبقى انت فاكر زمان لما كنت بتحول اي داله اف اوف تي لابلاس ترانسفورم، كنت بتكامل الداله بتاعتك عادي من غير ايه؟ كان طبعا ما كانش فيه بريودك هنا، وكانش فيه القسمه دي، ففي الاخر كده هديك المجمل بتاع قوانين ايه لابلاس ترانسفورم عشان ما تتلخبطش. طيب، هنا انت عاوز لابلاس ترانسفورم للداله البريودك اللي هي اف اوف تي بتساوي ساين تي، بس محطوطه فين؟ في مقياس، والتي بتاعتك دي من صفر لباي، تمام؟ وبيقول ان الداله اف اوف تي زائد باي هي نفسها الداله اف اوف تي، دي معناته ايه؟ ان الداله بتتكرر كل باي. طب احنا عارفين ان رسمه الساين بالشكل ده، تمام؟ والساين العاديه البريد لينس بتاعها بيساوي 2 باي. طيب المقياس بتاعي، المقياس معناه كده بتطلع كل السالب ايه فوق زي ما احنا عارفين، يبقى رسمه الداله اصبحت بالشكل ده. طيب يبقى الداله اف اوف تي الاساسيه هي دي اللي من صفر لباي، وكل مره بتكرر نفسها كل ايه؟ كل باي. يبقى انا اتضح معايا ان انا هاخد التي كابيتال بتساوي ايه؟ بتساوي باي بتاعت اللي هي البريد لينس بتاعي. يبقى انا هاخد الداله اف اوف تي اللي هي الساين تي، وهكملها من صفر لايه؟ لتي كابيتال اللي هو من صفر لباي، وتضرب طبعا الداله اف اوف تي دي في اي اس سالب اس في التي سمول. خلاص، وبعد ما تكامل هتعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، والناتج بتاعك هتقسمه على واحد ناقص اي اس سالب اس في التي كابيتال اللي هي باي. طب التكامل ده هتشوف اعداد اللي هو التكامل اللي بيظهر معاك ايه بعد ما تجزأ مرتين، هتاخد اي اس سالب اس في التي في ساين تي، هتسميها بحاجة اسمها ار. خلاص، طيب وبعدين هتعمل ايه؟
هتاخد هتكمل بالتجزيء مرتين، ادي مرة فضلت مرة اهو، هتفضل الايه المرة التانية وهتكامل، ادي مرة وادي كمان مرة، وهتقول ان الاي ده بيساوي ده في ده ناقص ده في ده. طبعا انت مرة الاشارة موجب، مرة الاشارة سالب، موجب سالب موجب، وانت نازل كده ده في ده بالموجب ده في ده بالسالب زائد تكامل ده في ده. خلاص طيب انت لما تقول زائد تكامل ده في ده يديك مين؟ هيتضح معاك ان هو ده اصلا الاي بتاعك اللي انت مسميه اي، اللي هو اصل التكامل بتاعك الداله نفسها اصلا انت بتكمل، فظهر معاك الاي كمان مره اهو. تمام طبعا بتجمع الايات كلها في طرف والباقي كله في طرف لحد ما تطلع الانتجريشن الاي نفسه قيمته بتساوي ايه، بتساوي كام. طب ونعوض بحدود التكامل بتاعتنا من صفر لباي، طبعا عارفين ان ساين باي بصفر وساين صفر بصفر، الحاجات دي كلها بالنسبه لكم ايه، بالنسبه لكم سهله، فتقدر تطلع الاي بتاعك. خلاص طلعنا الاي عشان هي داله بريدك، خلاص هعمل ايه، هتقسم على واحد ناقص اي اس سالب اس في التي كابيتال، التي كابيتال اللي هي مين، اللي هي بار. ممكن نقف لحد هنا. خلاص عاوز تبسط شكل المساله بتاعتك، ده اللي هو ناتج التكامل، بعد كده قسمنا على واحد ناقص اي اس سالب باي في التي في التي في الاس. بعد كده عاوز تبسط شكلها، ممكن مثلا تضرب في ايه، في واحد فوق، يعني ده مجرد بس تبسيط، يعني هتاخد الواحد على واحد زائد اس تربيع في طرف، وايه وتاخد الترم اللي هو واحد زائد الاي على واحد ناقص الاي لوحدها ايه في كسر كده، هتلاقي دي ان هي اصلا اللي هي مين، الكوتان، الكوتانش. خلاص الكوتانش مين، سيتا على اتنين، يبقى كوتانش سيتا على اتنين بيساوي واحد زائد اي اس سالب سيتا على واحد ناقص اي اس سالب سيتا، ده مين، ده الكوتانش بتاع سيتا على اتنين. طب دالة بريودك تانية اف اوف تي بتساوي ساين اوميجا تي، محطوطة كده في مقياس، وقال لي ان التي دي الفترة بتاعتي من البريود بتاعت الدالة بتاعتي من صفر لباي على اوميجا. تمام وبيقول لي ان اف اوف تي زائد باي على اوميجا بتساوي اف اوف تي، يعني الدالة بتاعتي هي نفسها كل باي على ايه، على اوميجا. طيب نفس الكلام، بما انها مقياس بالشكل ده يبقى الداله بتاعتي بتتكرر كلها تطلع في الايه، في الموجب بالشكل ده كده. خلاص وكل ايه، وكل فتره اللي اسمها كام، باي على كلام باي على اوميجا، طبعا عشان انت عارف ان الساين تي كمقياس الفتره بتاعتها بباي، بس دي عشان مضروبه في اوميجا يبقى الفتره بتاعتنا بكام، بباي على اوميجا. طيب فين الداله بتاعتي اف اوف تي اللي هي ساين اوميجا تي، هتاخدها هتضربها في اي اس سالب اس في تي، وهتكمل الكلام ده من صفر لتي كابيتال، التي كابيتال اللي هي بكام، بباي على 3. وبعد ما تكامل هتعمل ايه، هتقسم الكلام ده على واحد ناقص اي اس سالب اس في تي كابيتال اللي هي بباي على ام. طيب نفس الكلام، الدوال دي اللي هي الاي في الساين او الاي في الكوزاين، دي دوال ايه للتكامل بتاعي بيظهر معايا تاني وانا بكامل، هسمي ده باي زي المسألة اللي فاتت، واروح اعمل ايه تكامل بالتجزيء مرتين. تمام وهقول ده في ده بالموجب ده في ده بالسالب، وبعد كده زائد تكامل ده في ده، فيظهر معايا التكامل تاني. هجمع الايات في طرف، الاي كلها في طرف والباقي في طرف، وهعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، هيديني الايه نتيجة التكامل بتاعي بالشكل ده. طبعا الكلام ده سهل التكامل ده، فبالتالي يا ريت انتوا تحلوه بايديكم بعد ما تخلصوا السكشن. كل ده تبسيط بقى بعد ما عرضنا اللي فوق والنقص اللي تحت. طب تبسط بقى شكل المسألة بتاعتك، فهتقسم على واحد ناقص اي اس سالب اس في التي كابيتال، يديك مين، يديك الاف اوف اس بتاعت الدالة اللي هو ايه عاوز. عاوز تبسط شكل المسألة اكتر من كده مفيش مشكلة، اللي هو الحل نفسه. طيب مسألة تانية بيقول لي ايه، عاوز لابلاس ترانسفورم للايه، للرسمة اللي عندي دي. واضح من الرسمة ان هي دالة ثابتة من صفر لايه لباي بتساوي اتنين، ودالة ثابتة من باي لاتنين باي بتساوي كام، سالب اتنين، وتكرر نفسها كل فترة بسميها ايه اتنين باي. خلاص يبقى اروح اقول له اف اوف تي بتساوي اتنين من صفر لباي وسالب اتنين من باي لاتنين باي، والتي كابيتال هتساوي كام، اتنين باي. يبقى لابلاس ترانسفورم للداله البريودك دي بيساوي ايه، الداله اف اوف تي لما اضربها في اي اس سالب اس في تي سمول
واكمل الكلام ده من صفر تي كابيتال اللي هي 2 باي، واقسم الكلام ده على 1 ناقص اي اس سالب ايه تي كابيتال اللي هي 2 باي. بس خد بالك الداله دي فرعين، فمش هتعرف تكملها مره واحده من صفر ل 2 باي، هكمل مره من صفر لباي وبعد كده مره تانية من باي ل 2 باي. تمام، التي كابيتال اهي حطيناها ب 2 باي، بعد كده هكامل من صفر لباي الداله اف اوف تي بتساوي 2 وهضربها في الاي اوف سالب اس في التي. تمام، بعد كده الداله بسالب 2 من باي ل 2 باي، طبعا تكامل الاي اللي هو نفسها على مين؟ على تفاضل الاي اسها، وهتعوض باللي فوق ناقص اللي تحت، هتطلع الداله اف وايه، هتطلع الاف اوف اس بتاعتك. ده كان لابلاس ترانسفورم للداله الايه البريودك. باخد الداله اف اوف تي بضربها في اي اس سالب اس في تي سمول، وبكمل الكلام ده من صفر لتي كابيتال، وبقسمه على 1 ناقص اي اس سالب اس في تي كابيتال. موضوع سهل خالص. طيب في حاجه تانية اسمها يونت ستيب فانكشن. يعني يونت ستيب فانكشن عامله زي الداله السكوير كده. خلاص، عاوزني ادرس لابلاس ترانسفورم ليه؟ تعال نشوف ايه شكل اليونت ستيب فانكشن. بيقول ان اليونت ستيب دي عامله زي ايه، داله ثابته كده بالشكل زي السكوير. فلو انت عندك داله بالشكل ده عاوز تكتبها بالرياضه، تكتبها ازاي؟ والله الداله دي بتساوي 1 من اول صفر لحد ما لا نهايه، يعني تي اكبر من ايه الصفر او يساوي الصفر. تمام، والداله عندي بتساوي ايه؟ طب لو هي معموله شفتش وهي حصل لها ازاحه بمقدار ايه، يبقى هقول له الداله دي يو، بدل ما هي بقى يو اوف تي بس، لا هتبقى داله يو اوف تي ناقص الايه. الو، ايوه يا باشمهندس، سمعت الصوت واقف خالص، رجع تاني. طيب كويس. لو حصل شيفت بقى للداله يو اوف تي بدل ما هي بدأ من عند الصفر، لا حصل لها ازاحه عند ليه النقطه ايه. تمام، فاروح اقول له ان الداله يو اوف تي ناقص الايه دي بتساوي 1 طول ما التي اكبر من او تساوي الايه، وبتساوي 0 طول ما التي اقل من الايه. طيب لو هي عامله كده بقى ايه، حصل لها ايه زي الستيب بقى اهو زي السكوير اهو، هتعمل ايه؟ هتقول ان الداله اف اوف تي دي بتساوي ايه، يو اوف تي ناقص بدايتها، تمام، واقفل القوس، ناقص يو اوف تي ناقص بدايتها واقفل القوس. تمام، وهتشوف طبعا هي بتساوي كام، بتساوي 1، يبقى الكلام ده اضربه في 1. يبقى انت لو عاوز، لو عندك رسمه بالشكل ده وعاوز تمثلها بالرياضه، هقول له ايه، الداله اف 1 اوف تي دي بتساوي الرقم اللي هنا اللي هو بيساوي 1 ده ايا كان بقى، في يو اوف تي ناقص بدايتها ناقص يو اوف تي ناقص نهايتها. ركز عشان كمان شويه احل مسألة على الكلام ده، يو اوف تي ناقص بدايتها ناقص يو اوف تي ناقص نهايتها، يبقى يو اوف تي ناقص الايه ناقص يو اوف تي ناقص البي، والكلام ده كله اضربه في المقدار ده وليكن مثلا 1. تمام، يعني مش شرط يكون 1، ايا كان بقى شكلها اللي فوق دي، ايا كان تمثيل او مقدار اللي فوق ده، بس بكتبه زي ما هو، بشوف الداله دي بتساوي كام واقول له يو اوف تي ناقص بدايتها ناقص يو اوف تي ناقص نهايتها. ده تمثيل الداله يو اوف تي. طيب لو انت عاوز تجيب لابلاس الداله يو اوف تي كده بالشكل ده كده، لابلاس بتاعها بيساوي 1 على اس. طب لو هي متشفته، يو اوف تي ناقص الايه، 1 على اس في اي اس سالب اي في الاس. خلاص، طيب لو انت عندك بقى الداله يو اوف تي ناقص الاي دي مضروبه في اف اوف تي ناقص الاي، خد بالك لازم تكون نفس الازاحه او نفس الشبه، نفس الرقم هنا هو نفسها. فانت لو عندك الداله يونت ستيب دي، لو انت عاوز تجيب لابلاس يو اوف تي ناقص الاي في داله اف اوف تي، لازم تتأكد الأول إن التي ناقص الـ A دي هي نفسها التي ناقص الـ A دي. في الحالة دي أقول له لابلاس ترانسفورم للكلام ده بيساوي لابلاس للدالة F أوف T من غير الشفت، وبعد كده عشان هي متشفتة أروح أضربها في E أس سالب A في الـ S. طيب أنواع المسائل بقى الخاصة باليونت ستيب إيه؟ أول حاجة لو أنت عندك دالة مضروبة في الـ U
ومطلوب ايجاد لابلاس ترانسفورم ليه زي دي كده مثلا، او رسمة دالة ومطلوب تمثيلها باليو وايجاد لابلاس ترانسفورم ليه زي الرسومات اللي احنا رسمناها فوق دي مثلا، زي دي او دي، بتروح انت تمثلها وبعد كده بتروح تجيب لابلاس ترانسفورم ليه، او دالة معرفة على اكثر من قاعدة يعني لها مثلا فرعين وعاوز نمثلها باليو بعد كده بنجيب لابلاس ترانسفورم ليه. تعال نشوف امثلة على الكلام ده. find the Laplace transform of the following function u of t ناقص الواحد في e اس t في u of t ناقص الواحد في sin t. واضح ان دي انهي حالة من الحالات الثلاثة؟ ها، دالة مضروبة في اليو ولا رسمة ولا دالة معرفة لأكثر من قاعدة؟ أكيد هي دالة مضروبة في اليو دي اللي هي دي، اللي هو لازم أتأكد إن كل t ناقص ال a في الدالة u نفسها t ناقص ال a نفس الشفت أو نفس الإزاحة في الدالة f of t. تعالى كده، عندك الدالة u of t ناقص كام؟ ناقص واحد، يبقى كل t بقى في الدالة f of t عندك لازم تكون ناقص الواحد. طب أنا ما عنديش أظبطها هعمل إيه؟ اطرح واحد وزود واحد. ادي يو اوف تي بتاعتك اهي، نزلها زي ما هي. طب والداله اي اي اس تي هعمل فيها ايه؟ اطرح منها واحد وزود واحد، هاخد اللي انت عاوزه والباقي ايه هطلعه في جنب كده، هيبقى ثابت اصلا. وهنا عندك تي ناقص الواحد اهي، وهنا ساين تي برضو نفس الكلام، ناقص واحد زائد واحد. طيب يو اوف تي ناقص الاي نزلها اهي، نزلها تحت زي ما هي. اي سالب واحد اي اس تي سالب واحد زائد الواحد، مش انت عندك حاجة اسمها ضرب الأسس جمعها؟ اه، يعني اي اس تي ناقص واحد زائد واحد هي نفسها اي اس تي ناقص واحد في اي اس واحد، تمام؟ طيب يعني ده أصبح ثابت بالنسبة لك، مش مشكلة تطلعه بره، بس أهم حاجة ظبطت الدالة اف و تي بتاعتك، خليتها كلها نفس الشيفت بتاعت الدالة مين؟ اليو أو اليونت ستيب بتاعتك، ودي خلاص اوريدي جاهزة. طيب دي طرحنا منها واحد زودنا واحد، نفترض إن تي ناقص الواحد ده الايه؟ والواحد ده هو البي. طيب عندك ساين اي موجب او سالب بي عباره عن ايه؟ ساين كوزاين كوزاين ساين، يبقى ساين اي زائد البي بيساوي ساين كوزاين كوزاين ساين. طبعا الساين مش بغير فيها الاشاره، بغير الاشاره في مين؟ في الكوزاين. طيب يبقى هعتبر ان تي ناقص الواحد ده الاي والواحد ده هو البي، يبقى ساين تي ناقص الواحد في كوزاين واحد، الاشاره موجب تنزل موجب، في كوزاين الاي اللي هي تي ناقص الواحد، في ساين البي اللي هي واحد. طبعا كوزاين واحد وساين واحد دي ثوابت ايه؟ اخليها في جنب كده لوحدها. خلاص؟ طيب يبقى انا خلاص ظبطنا كل المسألة اهو. عندك يو اوف تي ناقص الواحد مضروبة في مين؟ في اي اس تي ناقص الواحد، تمام؟ في تي ناقص الواحد وساين تي ناقص الواحد، والكلام ده كله بقى لو في اي ثوابت ايه كأنها مش موجودة يعني انزلها زي ما هي. طيب طبعا ده اللي هو بقيت الايه لما احنا وزعنا ده لما ضربناه مره في الساين ومره في الكوزاين، ادانا الجزء اللي فوق ده اللي هو مضروب في الساين، بعد كده الجزء تحت المضروب في الكوزاين تي ناقص الواحد. طيب هنجيب لابلاس ترانسفورم بقى للكلام ده ازاي؟ الترم الاول ده مثلا اول حاجه اتاكدنا نفس الشيفت اهو. طيب بعد كده هروح اجيب لابلاس للداله اف اوف تي ناقص الواحد من غير الشيفت، يعني هجيب لابلاس للاف داله اف اوف تي بس اللي هي مين؟ اي اس تي في تي في ساين تي، طبعا ده ثابت هينزل زي ما هو، تمام؟ يبقى هتجيب لابلاس ترانسفورم للداله اف اوف تي زي القانون، ما قال لي القانون قال لك ايه اهو. لو انت عندك يو اوف تي ناقص الاي في اف اوف تي ناقص الاي، بتروح تجيب لابلاس للداله اف اوف تي لوحدها بتحوله لاف اوف اس من غير الشيفت، يعني اف اوف اس دي لابلاس ترانسفورم للداله اف اوف تي. خلاص احنا الاول ظبطنا المساله بحيث كلها بقت تي ناقص الاي في الداله اف اوف تي زيها زي الايه اليو اوف تي ناقص الاي. بعد كده تروح تجيب لابلاس ترانسفورم للداله اف اوف تي لوحدها من غير الشيفت، خلاص، بس بشرط ان انت بعد كده تضربها في مين؟ في اي اس سالب ايه في الاس. طيب عشان ما انساش هروح انا اضربها الاول في اي اس سالب ايه في الاس، هو الاي بكام؟ الاي بواحد، يبقى اي اس سالب واحد في الاس اهو. بعد كده تروح تجيب لابلاس ترانسفورم الداله اف اوف تي من غير الشيفت اللي هي مين؟ اي اس تي في تي في ساين تي كوزاين واحد اهو، تمام؟ نفس الكلام التانية،
عندك هنا يو اوف تي ناقص الواحد اللي هي الداله اللي هي ستيب. بعد كده هتاخد ايه الداله دي كلها من غير الشيفت اللي هي اي اس تي في تي في كوزاين تي في ساين واحد، وعشان هي مضروبه في يو اوف تي ناقص الواحد هتعمل ايه؟ هتضربها في اي اس سالب واحد في الاس. طيب تعالى نجيب لابلاس بقى الكلام ده بتاع السكشن اللي فات. طبعا ده ثابت هينزل زي ما هو الكوزاين، تمام. طيب عندك داله اف اوف تي مضروبه في تي مضروبه في اي، بنعمل ايه زي السكشن اللي فات كنا بنعمل ايه؟ بجيب لابلاس الداله اف اوف تي لوحدها. طيب لابلاس للساين تي عباره عن ايه؟ ها ساين اي تي عباره عن ايه على اس تربيع زائد الاي تربيع، وعندك الاي هنا بواحد، يبقى ساين تي لابلاس ترانسفورم بتاعها بيساوي واحد على اس تربيع زائد واحد تربيع. طيب بما انها بقى مضروبه في تي، بتاخد اللابلاس اللي انت جبته ده وتروح تفاضله مره، تمام، تضربه في كام؟ في سالب واحد. طب بما انها مضروبه في اي اس تي، بشيل كل اس واحطها باس ناقص الرقم اللي هنا ده. خد بالك، فاكرين لما كنت بقول لك بتعكس الاشاره؟ ده موجب واحد يبقى تخليها سالب واحد، خلاص. يبقى ده لابلاس لمين؟ القوس ده. نفس الكلام القوس ده كوزاين لابلاس بتاعها عباره عن ايه؟ اس على اس تربيع زائد واحد تربيع، وعشان هو مضروب في تي بتروح تفاضل الكلام ده مره، وعلشان هو مضروب في اي بتعمل ايه؟ شيفت، بتستخدم طريقه لنظريه الشيفت، الشيفت سيرنج، بشيل كل اس في اللابلاس بحطها باس ناقص الواحد. كده خلصنا، جبنا ايه؟ جبنا لابلاس الداله اف اوف تي حولناها لاف اوف اس، وعشان هي مضروبه في اليونت ستيب ضربتها في مين؟ في اي اس سالب الاس، خلاص. طيب احنا خدنا على مين؟ او لما احنا كنا بنقول افكار من افكار النوت ستيب، اول حاجه لو مديك ايه داله مضروبه في اليو، بعد كده ايه رسم الداله مطلوب تمثيلها باليو وجدها بلس ترانسفورم. تعال نشوف بقى رسمه الداله دي. find the Laplace transform for the following derived function using the unit step function. أو عاوز Laplace transform للدالة المرسومة دي باستخدام اليونت ستيب. طيب هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خط كده وخط كده. طب تمام، طب انا بمثل الدالة ازاي؟ مش احنا قلنا f of t f of t في يو اوف تي ناقص البداية ناقص يو اوف تي ناقص النهاية، صح. طيب هي الرسمة دي عبارة عن اف اوف تي واحدة؟ لا، ده في خطين كل خط له معادلة، تمام. يبقى انا هروح اجيب يو اوف تي للدالة دي او الخط ده والخط ده، خلاص كده. طيب الخط ده معادلته ايه؟ ده شكله كده ميله واحد وبيمر نقطة الاصل، إذا خط مستقيم معادلته بتساوي كام؟ تي، اف اوف تي بتساوي تي. طب يبقى اليونت ستيب بقى تمثيلها باليونت ستيب عبارة عن ايه؟ اف اوف تي اللي هي تي في يو اوف تي ناقص بدايتها ناقص يو اوف تي ناقص نهايتها، يبقى تي في يو اوف تي ناقص صفر ناقص يو اوف تي ناقص الواحد. طب بالنسبة للجزء التاني ده، خط المستقيم التاني ده، خد بالك ركز، هو هتاخد الخط المستقيم من اول واحد وواحد لحد اتنين وصفر، امال الجزء ده هو رسمه لك كده وخلاص؟ لا، اكيد له معنى. معناته ايه بقى؟ ان انت عارف بداية الخط ومش عارف نهايته، تمام. تعال الاول نجيب معادلته. معادلته بتحسبها ازاي؟ معادلة اي خط مستقيم في الدنيا عبارة عن ايه؟ واي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد بتساوي المين. نفترض مثلا دي النقطة واحد واحد و اكس واحد واي واحد، يبقى هقول له واي واي ناقص واحد على اكس ناقص واحد بتساوي الميل. فرق الميل ده عبارة عن ايه؟ فرق الوايات على فرق الاكسات، خلاص كده. يبقى صفر ناقص واحد على اتنين ناقص واحد، الناس اللي هي ايه بتعرف تطلع معادلة خط المستقيم، هفرض ان دي اكس واحد ودي واي واحد ودي اكس اتنين ودي واي اتنين، ومعادلته بتساوي واي ناقص واي واحد على اكس ناقص اكس واحد بتساوي الميل اللي هو فرق الوايات واي اتنين ناقص واي واحد على اكس اتنين ناقص اكس واحد. طلعنا معادلة خط المستقيم التاني اللي هي بتساوي سالب تي زائد اتنين، خلاص. طيب يبقى الدالة اف اوف تي بتاعتي حولتها بقى الفرعين اهو، تي
من صفر لواحد، اه من صفر لواحد بتي، بعد كده سالب تي زائد اتنين طول ما تي اكبر من ايه؟ اكبر من واحد. تعالى بقى نمثلها بدون تستيب، بيقول لي قيمتها قيمة الدالة اف اوف تي في يو اوف تي ناقص بدايتها ناقص يو اوف تي ناقص نهايتها. يبقى انا مثلت الفرع الاول بدون تستيب. طب والفرع التاني؟ سالب تي زائد اتنين في يو اوف تي ناقص بدايته، امال نهايته فين؟ مش محدد لي نهايته، هنا مش محدد، هنا ما قالكش النقطة دي لحد فين هنا، خلاص يبقى ملوش ايه؟ ملوش نهاية. خلاص عشان الناس ما تغلطش وتقول ان بدايته واحد ونهايته اتنين، امال هو راسم لك لحد تحت كده ازاي؟ يبقى يو اوف تي ناقص الواحد ناقص يو اوف تي ناقص كام؟ مفيش، يبقى تسيبها زي ما هي، يبقى تحدد بدايته بس مفيش نهاية اهي. تمام كده؟ تعالى بقى ايه نظبط شكل، يعني مجرد اختصارات بس، يعني هنوضح اللي خلي الدالة دي بدل ما بالشكل ده خليها بقى بالشكل ده. يو اوف تي في التي زائد يو اوف تي ناقص الواحد في سالب اتنين في تي ناقص الواحد، مجرد بس تبسيط للمعادلة، هدخل بس التي هنا واخد ايه مع عوامل المشتركة بس، مفيهاش مشكلة دي. يبقى ده تمثيل الدالة اف اوف تي بدون تستيب، المسألة اللي هو اديها لك. طيب تعالى نشوف كده واحدة واحدة. انت هنا عندك ايه؟ يو اوف تي الشيفت بتاعها بصفر، طيب الدالة اف اوف تي اللي هي تي الشيفت بتاعها بكام؟ بصفر، نفس الشيفت، تمام كده مفيهاش مشكلة. طب وهنا الدالة يو يونت ستيب الشيفت بتاعها بكام؟ بواحد. طب والدالة اف اوف تي الشيفت بتاعها بكام؟ بواحد، تمام كده، يبقى دي ايه؟ دي زي دي. خلاص فتروح تقول له ايه بقى؟ ان لابلاس للدالة، طبعا لابلاس للتي هتجيب لابلاس للتي على طول اللي هو كام؟ واحد على اس تربيع. طبعا طبعا لابلاس طبعا هنا هتقول ان انا شفت بصفر يبقى ايه اس صفر بواحد، يبقى واحد على اس تربيع. تمام. طيب هنا بس في حاجة هنا مش واضحة. طيب المهم بعد كده خلينا بقى في اللي فوق دي، فعندك هنا يو اوف تي ناقص واحد في مين؟ في تي ناقص واحد، نفس الشفتة. تعال نجيب لابلاس لمين؟ لتي ناقص الواحد او الدالة اف اوف تي دي اللي هي تي نفسها. طب لابلاس لتي نفسها عبارة عن ايه؟ واحد على اس تربيع، هتضرب في مين؟ في الشيفت بتاعك اللي هو ايه اس كام؟ سالب واحد. خد بالك هنا بيبقى ما فيش هنا عكس اشارة، تاخده زي ما هو، خلاص ده زي ما هو، عكس الاشارة ده اللي احنا كنا ناخده في مين؟ في الشيفت سيري بتاعت السكشن اللي فات. وسالب اتنين دي بتنزل زي ما هو. تعالى بقى نشوف الدالة المعرفة على اكثر من ايه؟ من فرع دي. لابلاس ترانسفورم، عاوز لابلاس ترانسفورم للدالة اف اوف تي اللي هي باتنين من صفر لواحد ونص تي تربيع من واحد لنص باي وكوزاين تي طول ما تي اكبر من او تساوي نص باي. نفس الكلام هقول له الدالة في يو اوف تي ناقص بدايتها ناقص يو اوف تي ناقص نهايتها، يبقى اتنين في يو اوف تي ناقص صفر ناقص يو اوف تي ناقص الواحد، بعد كده نص تي تربيع في يو اوف تي ناقص الواحد ناقص ايه؟ يو اوف تي ناقص النص، بعد كده كوزاين تي في يو اوف تي ناقص مين؟ بدايتها، ما عنديش نهاية هنا، تبقى تنزل زي ما هي، ما عملش بقى نهاية ليه. خلاص؟ طيب. لو سمحت يا باشمهندس، نعم. وانا ليه هنا ما استخدمتش القانون الاساسي وخلاص؟ هو معلش هو السؤال ناقص. هو هنا باستخدام اليونت ستيب، انت كلامك تمام صح لو السؤال كده، يعني تمام انا خلاص. في الشرح نفسه مكتوب ايه؟ دالة معرفة على اكثر من قاعدة ومطلوب تمثيلها باليو، يعني هو اللي طالب منك، فهي لو زي ما هي موجودة كده في البي دي اف انت صح، لكن احنا عايزين نحلها باليونت ستيب
خلاص هنمثلها زي ما احنا متعودين، بقول الدالة في يو وفي ناقص بدايتها ناقص ايه نهايتها وهكذا. وبعد كده بقى بنظبط الايه لنفس الشيفت، وبعد كده بروح اجيب لي بلس الدالة اف وفي واروح اضربها في اي اس سالب ايه الشيفت بتاعي. الكلام كله ريبيتد يعني، ما فيش حاجة جديدة. خلاص يبقى يو اوف تي ناقص صفر ناقص يو اوف تي ناقص الواحد نص تي تربيع يو اوف تي ناقص الواحد ناقص يو اوف تي ناقص نص باي كوزاين تي في يو اوف تي ناقص نص باي. خلاص طيب هنا مفيش مشكلة. ده انت عندك هنا لابلاس الدالة يو اوف تي عبارة عن واحد على اس، بتنزل اتنين زي ما هي. طيب وهنا لابلاس الدالة يو اوف تي ناقص الاي فاكرين عبارة عن ايه واحد على اس في اي اس ايه سالب الاي اس، وبتنزل اتنين زي ما هي. طب وهنا الشيفت مش نفس الشيفت، هنا تي ناقص واحد هنا تي عادي. خلي بقى تحت عند التي هنا احط سالب واحد زائد واحد تحت التربيع، نفس الكلام هنا سالب نص باي زائد نص باي، وهنا نفس الكلام في التي بتاعت الكوزاين سالب نص باي وزائد نص باي، بحيث يكون نفس الايه نفس الشيفت. طب تعالى نشوف كده واحدة منهم. في التي تربيع هطرح واحد وهتضيفه يبقى سالب واحد زائد واحد في كل تربيع. طب تخلص بقى من التربيع دي، الأول تربيع اللي هو تي ناقص واحد تربيع، الأول في التاني في اتنين، بعد كده ايه مربع التاني، وادي الدالة يو اهي. وزع بقى الدالة يو على ايه على القوس ده، هيديك يو اوف تي ناقص الواحد في تي ناقص الواحد تربيع. طب لابلاس للكلام ده عبارة عن ايه اللي هو لابلاس لتي تربيع اللي هو من غير الشيفت، تمام. ولابلاس لتي تربيع واحد على اس تكعيب، عشان هي مضروبة في اليو تي ناقص الواحد اروح اضربها في اي اس سالب واحد في الاس، تمام كده. وانت عندك يو اوف تي ناقص الواحد في تي ناقص الواحد، هتروح تجيب لابلاس لمين للدالة تي نفسها اللي هي واحد على ايه على اس تربيع تضربها في اي اس سالب اس، تمام وهكذا. طب لو عندك تي تربيع في يو اوف تي ناقص نص باي نفسها بالظبط نفس ما عملنا، هتطرح نص باي وتزود نص باي وتتخلص من التربيع ده، الاول تربيع الاول في التاني في اتنين والتاني تربيع، هتلاقي في كل قوس نفس الشيفت بتاعك. خلاص طب وفي الكوزاين برضه تي ناقص عندك الشيفت هنا سالب باي تي ناقص باي على باي على اتنين قصدي تي ناقص باي على اتنين زائد باي على اتنين. طيب احنا عاوزين مين؟ عاوزين الزائد ولا الناقص؟ احنا عاوزين الناقص، يبقى دي كلها كأنها الزاوية بتاعة الكوزاين. خلاص طب ما لما يكون عندك الزاوية وانت ضفت عليها باي على اتنين كده انت خليتها فين؟ في الربع التاني، فتتحول لمين؟ لسالب ساين الزاوية. خلاص لأن الكوزاين في الربع التاني سالبة، فتتحول لسالب ايه؟ ساين الزاوية. يبقى كوزاين تي ناقص باي على اتنين زائد باي على اتنين هتتحول لسالب ساين تي ناقص باي على اتنين. طيب معايا ساين تي ناقص باي على اتنين في يو تي ناقص باي على اتنين، هروح اجيب ساين تي، هجيب لابلاس للساين تي اللي هو واحد على اس تربيع زائد الواحد، وبعد كده اروح اضربها في مين؟ في اي اس سالب باي على اتنين في اس، وبعد كده بتجمع بقى النواتج بتاعتك كلها في ايه؟ في معادلة واحدة. هنا بيقول لي find لابلاس ليو اوف تي ناقص الواحد في تي اس اربعة زائد اتنين تي تكعيب ناقص تلاتة تي تربيع زائد خمسة، تمام. طبعا هنا هيبقى صعب شوية ان انت تطرح واحد وتزود واحد عشان الاسس العالية دي اللي هي اربعة وتلاتة وكده، تمام. يعني لو كانت تربيع كانت سهلة، فهنعمل ايه؟ مش عارفة خدتها في اعدادي ولا لأ، اللي هو لو انت عندك مثلا المعادلة دي كلها المفروض ان في جذر من جذور المعادلة دي، طبعا المفروض يديني لما يضربها لي في تي في يو اوف تي ناقص رقم، الرقم ده يكون جذر من جذور المعادلة عشان المعادلة تتحل معايا عشان اعرف اجيب لها لابلاس، تمام. طيب هو انت عندك الشيفت بكام؟ بسالب واحد، ده بيساوي سالب واحد. طب تعالى نشوف كده سالب واحد ده اعتقد ان هو المفروض يكون ايه جذر من جذور المعادلة دي. أنا لو حطيت هنا واحد وهنا سالب واحد
ولا المفروض واحد، لحظة كده، واحد ناقص اتنين ناقص تلاتة كده سالب خمسة. هو يا باشمهندس مش شرط يحقق هنا، وانا عاوز ان هو اخليه بيتكون من الجذور اللي هي تي ناقص واحد، فمش شرط ان هو يحقق. يعني مش شرط يكون جذر من جذور المعادلة. مش شرط ان انا بدليل ان انا ما عنديش هنا صفر في الاخر. صح، كلامك صح. طيب خلاص، انتوا خدتوا طريقة هورنز دي في المعادلة؟ خدناها في اعدادي والترم الاولاني بتاع ميكانيكا برضه، طب بس كويس. كانت بتصفر، كانت ايه؟ ما هو عشان كان كانت بتبقى بيتاخد صفر في جذر من الاخر. جذور المعادلة فكانت ما بتصفر. عشان كانت تبقى جذر من جذور المعادلة، عشان كده مفيش صفر هنا. صح، كلام زميلنا صح. لو كان في صفر في الاخر يبقى معنى كده ان ده جذر من جذور المعادلة. تمام، اصل انا وانا بحضرها لقيتها طلعت معايا صفر، عشان كده قلت ده جذر من جذور المعادلة اكيد. طيب احنا عاوزين ايه؟ نخلي كل تي هنا عبارة عن تي ناقص الواحد، فهستخدم قسمة هورنر دي. هعمل ايه؟ بتاخد معاملات طبعا الحدود اللي عندك دي كلها، معامل تي اس 4، تي اس 3، تي اس 2، تي اس 1، تي اس 0، لحد ما بالترتيب كده 4 3 2 1 0. طبعا هنا في سالب. تمام. طيب انت عاوز مين؟ عاوز الواحد ده، عاوز تخلي المعادلة عبارة عن تي ناقص الواحد، فهاخد الكلام ده كله اقسمه على واحد. فانت بتسيب الخانة دي فاضية، بتنزل اول رقم هنا. تمام، وبعد كده بتضرب بقى ده في ده يديك واحد، وتجمع. تمام كده، ضرب وكده ايه، وكده جمع. 3 في 1 بتديني كام؟ 3. بعد كده بتحطها في الخانة اللي بعدها، بعد كده بتجمع ادي صفر، صفر وواحد في صفر تجمع يديك صفر، صفر في واحد بصفر تجمع يديك 5، وهكذا. طبعا انت هنا ايه، حفظت الخانة الاولى نزلتها بواحد. طيب بعد كده اسيب بقى اللي بعدها. النت قطع ولا ايه؟ الو، أنا يا صار بحضرتك. لسه الو، ما حضرتك يا باشمهندس لسه سامعيني. معلش النت تقريبا ضعف شوية. بنكرر بقى نفس الكلام يا شباب. بعد كده باخد النواتج الجديدة دي بعمل معاها نفس الحركة، تكتب واحد بالشكل ده وتنزل أول رقم، بعد كده تضرب واحد في واحد يديك واحد، بعد كده تجمع لحد ما تخلص ايه، يديك ايه، رقم واحد هنا، اللي هو يديك خانة واحدة بس هنا، مش رقم واحد، خانة واحدة. بعد كده يديك ده بيبقى معاملات التي ناقص الواحد، كل دول معاملات التي ناقص الواحد. طبعا من اول كام؟ من اول تي اس 4، يبقى ده معامل تي ناقص الواحد اس 4، ده معامل تي ناقص الواحد اس 3، معامل تي ناقص الواحد اس 2، معامل تي ناقص الواحد اس 1، معامل تي ناقص الواحد اس 0. خلاص، يبقى المعادله دي اصبحت بقى بالشكل ده. يبقى السؤال بتاعنا هو ده الجديد بقى، ده الفورمه الجديده بتاعت السؤال. بس كده، كده احنا بسطنا الشكل زي ما احنا عاوزين، بحيث ان احنا نخلي الشفت كله ايه، واحد. هندخل ده اليو على كل الترمات اللي عندنا هنا، وتروح تجيب لبلاست الدوالي كلها من غير مين، من غير الشفت. يعني ده تي اس 4، تي اس 3، تي تربيع، وهكذا تجيب له لبلاس، وفي الاخر تضرب في اي اس سالب ايه في الاس اللي هو كامل واحد ده. دي طبعا المفروض تحطها الابليكيشن تكامل من صفر لتي، مش من صفر لما لا نهايه. صح، مش في المحاضره، من صفر لتي. فانت لو عندك مساله بالشكل ده عاوز تجيب لها لابلاس مثلا، او تثبت ان ده بيساوي لابلاس الكلام ده. طيب انا عندي داله واحد ناقص اي اس سالب اس في التي، اروح اجيب لها لابلاس، وعلشان هي مقسومه على تي اروح اكمل اللابلاس بتاعي ده من اس لما لا نهايه. لابلاس الواحد واحد على اس، لابلاس للإي عبارة عن واحد على اس ايه، بعكس الإشارة، زائد واحد. يبقى ده لابلاس لمين؟ لواحد ناقص الإي أس سالب ايه، تي. بعد كده عشان هو مقسوم على تي بتكامل الكلام ده من اس لما لا نهاية. طبعا خدناها المرة اللي فاتت عشان تتفادى ان انت اللي انت تطلع لك ما لا نهاية بتعمل الاختصارة دي، بتقسم البسط والمقام على اس. ده كانت آخر مسألة في السكشن اللي فات لما قلت لكم حلوها بإيديك. طيب بعد ما جبنا لابلاس للدالة واحد ناقص اي اس سالب تي على تي، طيب عشان بقى هي متكاملة هاخد لابلاس اللي انت طلعته ده تقسمه على كام؟ على اس.
خلاص. لو انت عندك دالة y اوف t مثلا بتساوي e اس 2 t كوزين 3 t، وهو عاوز لابلاس المشتقة. انتوا خدتوا حاجة في المحاضرة بالشكل ده كده؟ لابلاس للمشتقة n يساوي s اس n في f اوف s، ناقص كل مرة بقى بتنقص من الاس واحد، s اس n ناقص الواحد في f small في ال of صفر، يعني الدالة نفسها اللي هو مدالك الدالة f of t أو ال y of t بعد ما تعوض بصفر، ناقص s أس اتنين أس n ناقص اتنين في ال f dash of صفر. تمام؟ فأنت هتشوف لو هو عاوز مشتقة تانية بتبدأ من أول s تربيع، لو المشتقة التالتة هبدأ من s أس تلاتة لحد ما إيه ما توصل معايا ل s أس صفر. تعال نشوف كده. انت عاوز لابلاس للمشتقة التانية، تمام؟ فهتقول اس تربيع في لابلاس للدالة ناقص اس اس واحد في مين؟ في الدالة نفسها عند الصفر، ناقص اس ناقص اس في مين؟ في المشتقة الأولى. يبقى لازم يكون معاك المشتقة الأولى ويكون معاك قيمة الدالة عند الصفر. طيب ادي الدالة واي اهي، او الدالة اف اوف تي ايا كان، بعد كده اروح اجيب قيمتها عند الصفر، هشيل كل تي واحطها بصفر، يبقى واحد في واحد بيساوي واحد، ولازم يكون معايا المشتقة الأولى عند الصفر. فأروح أجيب المشتقة الأولى الأول، طبعا الأول في مشتقة التاني زائد التاني في مشتقة مين؟ مشتقة الأولاني. بعد كده بتشيل كل تي وتحط مكانها صفر، يبقى إيه أس اتنين تي في تفاضل الكوزاين اللي هو سالب تلاتة ساين تلاتة تي زائد كوزاين تلاتة تي في إيه أس اتنين تي في اتنين. طيب دي المشتقة، شيل بقى كل تي وحطها بصفر، نحط هنا صفر، حط هنا صفر اديك الترم ده بصفر. طب حط هنا صفر، حط هنا صفر اديك الترم ده بواحد مضروب في اتنين يبقى اتنين. يبقى دي قيمة الدالة عند مين؟ قيمة المشتقة الأولى عند الصفر. طيب لابلاس بقى للدالة نفسها بتساوي كام؟ انت عندك عبارة عن كوزاين مضروبة في ايه؟ لابلاس للكوزاين عبارة عن اس على اس تربيع زائد الاي تربيع، الاي اللي عندك بتلاتة يبقى تسعة تربيع، وعشان هي مضروبة في الاي خد بالك اللي هي الشيفت السيري بتعكس الإشارة، يبقى تشيل كل اس فيها وتحطها باس ناقص اتنين على في اللابلاس بتاعها، وتشيل كل اس وتحطها باس ناقص اتنين. يبقى لابلاس للمشتقة بقى بيساوي ايه؟ اس تربيع في مين؟ في الواي اوف اس نفسها، لابلاس بتاع الدالة الأصلية، تمام؟ ناقص اس اس واحد في قيمة الدالة عند صفر اللي هي واي اوف زيرو بواحد، ناقص اس اس صفر اللي هي بواحد، فقيمة الدالة عند قيمة المشتقة عند مين؟ عند صفر. خلاص. مسألة تانية برضو على التكامل، مديك واحدة مسألة بالشكل ده تقريبا دي اللي احنا شرحناها من شوية. طيب هنا بيقول لي ايه؟ صولف، عاوز حل المعادلة دي، حل المعادلة يعني عاوز الدالة اف اوف تي نفسها، هي احنا هنحل نصها، هنكمل نصها المرة الجاية عشان النص التاني بيتكلم عن الانفرس بتاع لابلاس. طيب هي واي دبل داش اصلا عشان اطلعها بلابلاس بتساوي ايه؟ اس تربيع في واي اوف اس ناقص اس في واي اوف زيرو ناقص واي داش اوف زيرو، ده مين ده؟ ده الواي تربيع. طب الواي اوف اس بتساوي كام؟ ها فين الدليل؟ يعني انت عندك الواي دبل داش زائد دي هنحط قيمتها لوحدها اس تربيع في واي اوف اس ناقص اس في الواي اوف زيرو ناقص واي داش اوف زيرو زائد عندك الواي نفسها بتساوي كام؟ لما اجيب لابلاس للدالة دي كلها 25، طبعا الواي اوف تي لما احولها لابلاس هسميها ايه؟ واي اوف اس. طيب والكوزان اللابلاس بتاعها بيساوي ايه؟ اس على اس تربيع زائد 25. خلاص كده؟ طيب تعالى بقى نجيب واي اوف اس كلها لوحدها في طرف، واي اوف اس دي والواي اوف اس دي معاملهم بيساوي ايه؟ اس تربيع زائد 25. يبقى انا هاخد واي اوف اس كلها في طرف والباقي كله في ايه؟ في طرف. طبعا واي داش اوف زيرو دي بتساوي واحد، تمام؟ ودي بتساوي صفر. يبقى انا هودي دي الناحية التانية بعكس الإشارة هنا.
خلاص يبقى اس على اس تربيع زائد 25 زائد 1. كل الكلام ده هتقسمه على كام؟ على معامل واي اوف اس اللي هو اس تربيع زائد 25. يبقى اصبحت الواي اوف اس نفسها بتساوي اس على اس تربيع زائد 25، كل تربيع اللي انت قسمت عليها بقى زائد مين؟ زائد 1 على اس تربيع زائد 25. طب هو عاوز بقى دي الواي اوف اس، طب هو عاوز الواي اوف تي بقى، اروح اجيب الانفرس بتاع الكلام ده، تمام؟ وده اللي هنبدأ بيه ان شاء الله المرة اللي جاية. طيب يبقى اختصارا بقى للابلاس كله اللي احنا خدناه كله، لو انت عندك الدالة اف اوف تي وعاوز تجيب لها لابلاس، بتاخد الدالة اف اوف تي تضربها في اي اس سالب اس في تي، وتكامل الكلام ده من صفر لما لا نهاية. طيب لو انا عندي الدالة اف اوف تي مضروبة في الاي، استخدم طريقة الشيفت سيري واروح اجيب اف اوف اس للدالة اف اوف تي، واشيل كل اس واحطها باس ناقص الاي. طب لو هي مضروبة في تي اس ان، هاخد الدالة اف اوف تي دي اروح افاضلها بعدد اللي احولها لاف اوف اس، واروح افاضل الدالة اف اوف اس دي بعدد الان اللي موجودة عندي واضرب الايه؟ واضرب في سالب واحد اس ان. طب بدل ما هي مضروبة في تي ده مقسومة على تي، اروح اجيب لابلاس الدالة اف اوف تي واكمل الكلام ده من اس لما لا نهاية. خد بالك حدود التكامل عشان متتلخبطش، القانون الاساسي من صفر لما لا نهاية، تمام؟ لو نظرية التكامل، لو انت عندك الدالة مقسومة على تي بتكامل من اس لما لا نهاية، خلاص؟ لو انت عاوز تجيب لابلاس المشتقة، مشتقة نونية بيساوي اس اس ان في اف اوف اس ناقص اس اس ان ناقص الواحد في اف اوف زيرو، بعد كده بقى تعوض بالايه؟ بالمشتقة اف اف داش اوف زيرو في اس اس ناقص اتنين، وهكذا لحد ما ايه؟ وتوصل لاس اس 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 صفر. طب لابلاس البريودك فانكشن عبارة عن ايه؟ لو انت عندك دالة بريودك بتجيب لها لابلاس ازاي؟ باخد الدالة اف اوف تي بضربها في اي اس سالب اس في تي، واكمل الكلام ده من صفر تي كابيتال اللي هو تي كابيتال دي البريود بتاعت الدالة، واقسم الناتج بتاعي على واحد ناقص اي اس سالب اس في تي كابيتال. طيب لو انت بتجيب لابلاس لدالة مضروبة في اليونت ستيب فانكشن، طبعا لازم اتأكد ان هي نفس الايه؟ نفس الشيفت. بروح اجيب لابلاس للدالة اف اوف تي احوله لاف اوف اس، وبعد كده بضربها في اي اس سالب اي في الاس، باخد نفس الاي باشارتها، لكن في الشيفت سيرين بعكس الاشاره. اخر قانون عندنا، لو انت عند اللي هو قانون التكامل، لو انت عندك الداله عاوز تجيب لابلاس لتكامل لداله من صفر لتي، وتروح تجيب لابلاس للداله نفسها، تمام؟ وبعد كده عشان هي فيها تكامل من صفر لتي، خد بالك من صفر لتي، بتاخد الدالة دي تقسمها على اس، خلاص؟ يبقى انت كان عندك تكامل من صفر ما لا نهاية في القانون الأساسي أصلا خالص، وفي تكامل تاني من اس لما لا نهاية اللي هو كان فيه ايه؟ اف اوف تي على تي، وفي تكامل هنا من صفر لتي اللي هو أصلا بيديلك في السؤال انت بتحوله لاف اوف اس على اس. بس يا مهندسين كده يعتبر خلصنا لابلاس ترانسفورم، ان شاء الله المره الجايه نبدا بلابلاس انفرس، او ممكن ندخل في الايه؟ في الجزء البارشال ان شاء الله. حد عنده اي سؤال يا شباب؟